مرة واللي عدنا عن ايمو مار وعيد ميلاده. في اليوم يا حبايب هو يوم عيد ميلاد ايمو مار، كل عام بخير واقبال مليون سنة يا رب. وطبعا هو حاليا صار عمره 21 سنة، فلا تنسون يا حبايب انه تباركونا بالكومنتات بعيد ميلاده. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عدنا هو مارس واصالة. فاصالة نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات، وهذه الستوريات شاركت بها انه مفاجأة خرافية شنو تتوقعوها بالايام القادمة. فواحد المتابعين قال لها انه هو بيبي جديد، انه هل هي حامل يعني؟ فاصالة ما ردت عليه، مجرد حطت هذه الصورة. واحد المتابعين الثاني صار يقول لها كلام جميل، وشو المشاهد المفاجأة المهم احنا منتظريكم. فهي صارت تبكي بالستوري، واخر شيء ختمت بهذا الستوري اللي قالوا لها انطينا هنت، اللي هو انه انطيها تلميح، ولكن ردت عليه انه بالفيديو الجاي اللي حتنزله اليوم راح يكون به تلميح قوي. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو تتوقعوا المفاجأة الخرافية اللي مجهزيها انس واصالة. اما اليوتيوبر الثالث عندنا فهو مملكة القصص طارق الباشا، والفيديو كليب الناري اللي راح ينزلكم باشر الساعة بالاربعة، اللي طبعا راح يحرق هواية اشخاص. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو انتم متحمسين لهذا الفيديو كليب. الخبر الثالث اللي عدنا عن مريم اللي هي اخت اسم، وصل قناتها باليوتيوب للمليون متابع. فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا لي بالكومنتات. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على مريان غريب. فمريان نزلت على سبب التيك توك شويه ستوريات، اللي هو هذا المقطع الدخل بعد التعليق راح تشوفون انه كل التعليق قاعدين يتهجمون بي عليها، هل انت مسلمه وليش تسوين هيك اشياء وليش تتمرقصين بهذا الشكل. هذا الفيديو يا حبايب قدامكم شوفوه زين، هل تشوفون انه مريان غلطت بهذا المقطع؟ خاصه انه هواي متابعين اطفال يتابعوها. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات هل يستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن مايا الجمال وتهجمها على انس وبيسان اسماعيل. طبعا هم بالبدايه مايا الجمال وانس الشايب لغوا المتابعه من حسابات بعض بالانستغرام، بعد مايا الجمال نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات بعد ما نزلت اغنيتها الجديده، وصارت تقول بالنسبه للاشخاص اللي انا وقفت وياهم هم وقفوا وياي حاليا، واضح انها كانت تقصد انس وبيسان. تقول لها تتمنون تحاكوني. بالنسبه كمان لكل حدا من الناس اللي انا كنت بوقف معهم او هيك ما وقفوا معي او هيك، ترى الموضوع عادي يعني، بيجي يوم راح تتمنوا انكم تحكوا معي. وطبعا بالنسبه لفضيحه بيسان اللي هي قاعده تراسل كل متابعيني بالانستغرام على مود تحاول تستعطفهم، تروح المتابعين وتثبت لهم تقول لهم مملكه القصص مو زين، تركب حركه بيسان اسماعيل. الخبر السادس اللي عدنا عن احمد ابو الروف. احمد ابو الروف نزل على سبب بالانستغرام شويه ستوريات واخويا له من خلالها انه راح ينزلوا المقطع سويا، وطلبوا من المتابعين انه يسالهم اسئله يحطوكم الاسئله حابين نشوفها كامل. موقف سخيف زعلتوا فيه من بعض، انا دائما بزعل من عمر لانه بوسخ البيت. انت لما وصفه يا عمر. اتذكر لما مره لقيت بوتك فوق المكيف. هيك بوت فوق المكيف هناك كثير عصبت عليه. تقاتلوا؟ لا ما نتقاتل. بلا بنحب بعض. لا اخرس ايش ولا ولا والله والله بنتقاتل. اختفى. مين حيتزوج قبل؟ انا اكيد. انا ليش؟ احنا صراحه شاكين في ميولك لسه. ليش من متى؟ مش عارف اتوقع مش عارف. انا مغناطيس مغناطيس نساء شباب نساء. مين كان اشطر بالمدرسة؟ يا جماعة احنا مبين علينا اغبياء، بس احنا الاثنين كنا كثير شاطرين. كثير صح؟ يعني انا اخر شيء 97 16، انت كم كنت معدلك اخر شيء؟ 92. اه شايفين؟ وبس هنا صارت مقطع من المقطع، عجبكم تحطون لايك تشتركوا بالقناة تشتركوا في زي وخذوا من القصص، وبس مع السلامة.